لحظة يفخر بها كل أهلاوي وكل مصري إن صرح كبير من أحد من القلعة الحمراء هيفتتح إن شاء الله يوم 1/6. النهاردة اليوم زي ما يعني حاج شفت كده وكل الأجواء اللي موجودة، كان كابتن محمود الخطيب اقترح إن يبقى في لجنة تتواجد، لجنة العضوية جوه فرع التجمع. يعني دايما بنعمل لجنة العضوية في المقر في الجزيرة، فكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات ان احنا نبدا هنا في التجمع الخامس. اقبال زي ما حضرتك شفت اليوم اقبال غير طبيعي من الراغبين في العضويه، وكانت فكره طبعا جميله جدا ان احنا نتواجد في وسط النادي مع الاعضاء، لدرجه يعني زي ما حضرتك لاحظت في من الساده الاعضاء الراغبين عمالين يكلموا ناس على اساس ان يلحقوا فرصه النادي، لان طبيعي في اي وقت ممكن العضويه تزيد، لان بالعضويه مبلغها زايد جدا مقارنه بكم الانشاءات وكم ما تم عمله بفرع القاهره الجديده فرع التجمع الخامس. حاجه مفخره، حاجه يفخر بها كل اهلاوي وكل مصري. كم انشاءات في اوقات مؤسسات كتير قوي بتقلص اعمالها للازمات الماليه اللي موجوده في العالم كله، لكن سيظل النادي الاهلي له الرياده في كل المجالات. هو دايما لما بيجي يفتتح فرع النادي بيبقى مثلا 50% 40% 30% من الانشاءات كبنت، الحمد لله 80% من جميع الانشاءات تمت جوه النادي الاهلي. اولا اللي هي المرحله الاولى اللي فيها البنيه التحتيه كلها اتعملت. كم بقى الانشاءات اللي متواجده نفسها جوه النادي واصلين حوالي 80%، وده رقم يعتبر في افتتاح نادي حاجه مبهره يعني. الحمد لله الحمد لله الاداره التنفيذيه بتقوم بدور معانا على اكمل وجه بخاطر الدكتور سعد شلبي، سخر كل الامكانيات بتاع اداره الاشتراكات وادارات معاونه متواجده النهارده فرع التجمع الخامس. الاستاذ عز حلمي مدير عام الاشتراكات مع الاستاذ محمد رمضان مدير اشتراكات الجزيره، الاستاذ تامر مسؤول اشتراكات التجمع، وكل العاملين في اداره الاشتراكات بصراحه وادارات اخرى قمه التعاون. يعني الناس دي بسبب الضغط الكبير جدا على العضويات اللي موجود اليومين دول بقى لنا فتره، يعني تقريبا بيمشوا من النادي الساعه 10 11 بالليل عشان يكملوا الاجراءات ويسرعوا بالاجراءات للاعضاء. يمكن كانت رؤيه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان هي تبقى مبادره مننا ان العضو وهو بيؤدي اجراءات العضويه يبقى على يعني في وضع شايف ومشاهد للإنجاز القوي المحترم اللي احنا بنعيشه النهاردة. إضافة جديدة لمنظومة النادي الأهلي، مؤسسة النادي الأهلي، مؤسسة العريقة اللي ليها تاريخها اللي يحترم من كافة الأطياف سواء على المستوى القطر المصري أو القطر العربي أو القطر الدولي. يمكن النهاردة بيشرفنا كابتن طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا عن مجلس الإدارة رئيسا للجنة العضويات. إقبال شديد جدا ومستمر من الساعات الأولى يمكن أنتم معانا. انطباعات الحمد لله بفضل الله انطباعات على المستوى المطلوب للصرح اللي معمول، متابعة مستمرة معانا ومع المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي الاطمئنان على كافة الإجراءات وتوفير كافة سبل الراحة بداية من دخول عضو فرع التجمع أو عضو النادي الأهلي من البوابات لغاية ما بيقعد في منطقة الانتظار دخولا على اللجنة، وبمشاركة طبعا إدارة العضويات عندنا مشرفنا زملائنا في إدارة العضويات، منظومة متكاملة بتأدي الرسالة بشكل مظبوط يليق بالنادي الأهلي في المقام الأول ويليق بصرح محترم زي صرح فرع النادي الأهلي بالتجمع. الحمد لله فضل من المولى عز وجل، احنا ربنا كرمنا بمجموعه عمل محترمه جدا في فرع النادي الاهلي بالقاهره الجديده، بدايه من اداره الامن برئاسه العميد احمد عبد الحليم، اداره الفاسيليتي او الخدمات الاستاذ امين فتحي، كل المنظومه اداره العضويات بالكامل، مكتب العضويات والاشتراكات طبعا بتوجيه من كابتن محمود الخطيب من اكثر من 6 شهور أو 7 شهور مفعل وبيستخدم بشكل طبيعي جدا بكل امكانياته، تجديد واستلام اوراق وكل الامور الخاصه بالعضويات الخاصه بفرع التجمع. من اكثر من 7 شهور كان في توجيه من كابتن محمود رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره المحترم ان احنا يبقى في اليه عمل واضحه ومنظومه واضحه متكامله قدام المترددين واعضاء النادي الاهلي.
يمكن النهارده في دعم حصل لينا من الاداره المركزيه للعضويات عندنا، كل السادة المديرين وكل أعضاء إدارة العضويات متواجدين عندنا ومشرفينا، كل من هو مرتبط أو له علاقة بالأمور الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية بحب وبود متواجد عندنا، بيبدي كل المجهود عشان نظهر كلنا كمظهر لائق. بنرفع في التوقيت ده بنستغنى عن الأسماء المناصب أو الإدارات، كلنا رجل واحد او على قلب رجل واحد من اول المدير لغايه العامل، بنحاول نوفر الخدمات المناسبه ليوم زي ده. احنا عارفين طبعا ان الانطباع الاول زي ما بنقول بيدوم، اعضاء النادي الاهلي او المنتمين او المحبين للانضمام لعائله النادي الاهلي منتظرين مننا ده، وان شاء الله باذن الله بنوعدهم بده في الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. احنا ده كان وجهه نظر كابتن محمود أول ما كان الاقتراح إن اللجنة تنعقد جوه فرع التجمع، وكان التوجيه من الإدارة التنفيذية إن احنا نحقق المطلوب ده هو بالصورة اللي حضرتك بتقول عليها. احنا الهدف من وجود اللجنة عندنا إيه؟ إن العضو أو المهتم بعضوية التجمع إن هو يشوف على الحقيقة على أرض الواقع المكان شكله إيه؟ إمكانيات المكان شكلها إيه؟ الملاعب، القعدات الاجتماعية، مستوى المطاعم، الحمد لله يعني احنا ربنا اكرمنا ببعض المنافذ والمطاعم اللي على مستوى يليق بعضو النادي الاهلي ويليق بالاعضاء القدامى للنادي الاهلي، عضو التجمع طبعا في بالنسبه للفرع والاعضاء الرئيسيين للنادي الاهلي. فيمكن دي كانت وجهه نظر كابتن محمود الخطيب ان تنعقد اللجنه عندنا هنا عشان نحقق الصوره المطلوبه، ان احنا نوري امكانيات المكان، نوري امكانيات المكان على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا لغايه دلوقتي زي ما حضرتك شايف معانا من بدايه اليوم، نتمنى ان احنا نكون ولو حققنا النسبه الاكبر، الكمال لله وحده طبعا، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحقق ونبعت الرساله المطلوبه لعائله النادي الاهلي بالشكل المناسب اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره المحترم.